الرز بتاعنا النهارده المصري عباره عن ايه؟ عباره عن رز مصري شعريه مستكه حبهان سمنه بلدي. عايزه اقول لكم لطيف جدا، انا حتى هستغنى عن الزبده اهي النهارده وهستخدم حتى السمنه في الباميه. هنبتدي اول حاجه بالشعريه، هنحطها من غير سمنه ولا حاجه، هنحطها في الحله، حله سخنه، هحط عليها معلقه زيت واحده، وممكن لو احنا عندنا وقت ما نحطش الزيت خالص ونفضل نقلبها لحد ما تتحمر، بس احنا هنا عشان عايزين نخلص هنحط معلقه زيت. هي عاده بنحط لها زيت، بس في ناس كتير بتحمر الشعريه من غير زيت ولسان العصفور. لو الحله سخنه قوي نفضل نقلبها لحد ما لونها يبقى ذهبي. خلاص اهو هفضل اقلبها كده لحد ما لونها يلون معانا. طيب ابتدي بقى احط دلوقتي الشعريه، اهي اتحمرت زي ما انتم شايفين اهي. هبتدي احط السمنه البلدي عشان لسه عقبال ما احط السمنه والمستكه والحبهان هتتحمر اكتر. السمنه بقى بتخليها تتحمر بسرعه، عشان كده انا ما حطيتش سمنه من الاول لانها ممكن تحرقها. احط المستكه، هسيبهم شوية. طيب قبل ما نطلع الفاصل بقى هجيب الرز واحطه هنا وافضل اشوحه لحد ما يتحمر مع الشعرية. بصوا بقى الرز اتشرب مع الشعرية والسمنة والمستكة اهو بقى تمام جدا. اول حاجة هعملها بما ان انا عندي لحمة وبسلقها تقريبا، هحط كده ايه كبشتين من مرقة اللحمة اول حاجة قبل ما احط المية، عشان الرز كده ياخد ايه نكهة اللحمة. عايزة اقول لكم قد ايه طعم الرز بيختلف لما بنعمل الحركة الجميلة دي، لو طبعا عندنا شوربة فراخ او لحمة فريش. باينني كده ماشي. نغطي بقى اللحمة كده تستوي براحتها ونقلب الرز عشان هبتدي احط بقية الميه المغليه. انا هنا حطيت تقريبا كوبايه صغننه من مرقه اللحم، وانا هنا حاطه كوبايتين رز، فهحط ايه كوبايه ونص ميه مغليه. ان شاء الله الرز يطلع جميل جدا جدا. طالما في شعريه بنزود كده ربع كوبايه، انا بحبه مفلفل قوي فهزود ربع كوبايه. لو بتحبوه لا اطرى شويه ممكن تزودوا ربع كمان، يعني تحطوا ايه 2.5. اهو كده حلو قوي قوي قوي، ان شاء الله يطلع جميل. فاضل له بقى ايه؟ فاضل له الملح. ادوق بس كده الميه مع ان الحاجه بتبقى سخنه. هحط له معلقه كده ايه من الملح. الرز بيشرب الملح قوي، فايه نظبط الملح. لو بقى طلع عادي بنعمل ايه؟ نجيب حبه صغيرين جدا من الميه المغليه ندوبها في شويه ملح ونحطها، ما نحطش الملح كده زي ما هو، لازم نعمل الحركه دي اهو.